استنى، عايش اليوم بعيد شوية على الكورة، على الظهور الإعلامي، على الميدان شوية، بعدت شوية من اللي بطلت الكورة، والله نهيت شوية بعض التجارب بعض، لكن بعدت شوية كمان. صحيح، بعد شوية فما تضحية الغرب، فما شو هو. أنا كنت في السعودية، معناتها كنت ماخو الإسبوار متاع الشباب السعودي، فهمت؟ مي فما حاجات خلتني نروح، فهمت؟ فما حاجات على خاطر السلام خلتني نروح، فهمت؟ خلتني نقعد بحذية لهنا، اللي هو مثلا اللي هو ما ينجمش، معناتها نبعد عليه، هو ما ينجمش، فهمت؟ ما ينجمش يتوفق بين القراية والكورة متاعو، لازمك تقف له، لازم تعقف له، فهمت؟ فضحيت أنا، ضحيت بمسيرة تدريبية. ما عادش بالحسن، ولا ما عادش مدربين الكل، معناها لازم يكونوا في الشواء هذا، فما شكون يخدموا تبارك الله أولادهم متألقين طلعوا خوارجية ولا ناجحين في حياتهم، مش حتى والله في الكورة. فما ناس صبرت وضحات. بون لي سيتياسيون مش كيف كيف، كل واحد سيتياسيون متاعو، معناتها كل واحد كيفاش، معناتها فما ناس تنجم فما ناس ما تنجمش، وفما فما برشا حاجات، فهمت؟ انا من الحاجات اللي خلتني معناتها تعبت فول، معناتها في القرايه وفي الكوره، فهمت؟ كي سافرت انا بعدت عليه، عملت عامين ونص، ثلاث سنين فهمت، تفول في القرايه وفي الكوره، زوز عمل شويه، معناتها فهمتك، فهمت؟ او يضحكوا من بعيد. باهي، نحكي عليك انت شويه بالاحسن. احكي لنا كيفاش بديت اول نهار هكا، خممت هساك تمشي تستي وتمشي ترين في الاسبوع، كيفاش بالضبط؟ والله بديت الحكايه من اللي صغير، معناتها بديت كيف كيف كيما بابا، معناتها نسمع بابا انسان جوغ واحد وحبيت نلعب الكوره، لكن بابا ما حبش، قال لي سيب علينا اقرا على روحك، فهمت؟ معناتها ما سيب عليك اقرا على روحك شديد، صحيح انا باش نكور، فهمت؟ وقلت لامي ترى بابا ما يحبش يهزني نلعب الكوره، قالت لي ليه تو كيما يهزك شو نهزك انا، ودو لونتون معناتها نحكي 83 واحد، معناتها ما فماش مره تمشي البارك باش تهزوك تقول نشوفوه كيرا، هو كيك قال به توني زون، معناتها بالسيف. علاش لا مش بالسيف، لا عملت تيست قدامه. لا علاش ما حبكش تدخل الدومين تاع الكوره؟ ما نعرفش والله، ما نعرف. ومن بعد سالني هو قال لي انت علاش تحب تلعب الكرة؟ قلت له نحب نرجع لك اسمك، ولا يضحك شنو نحب نرجع لك اسمك، وانا ادري كيفاش جات في مخي الكلمه ذيك. اي با والماتش انا سينيور يتذكر الكلمه ذيك ولا يبكي، معناتها يتذكر يقول معناتها كل عام هو يقول هزيت عمره 10 سنين توا سينيور، فهمت؟ ما هي كلها فهمتك. اي قبلوك من اول نهار؟ لا اي من اول نهار مشيت وقتها اونترنور عمل هادي فد ولا يرحم، الله يرحمه، عمل هادي فد معناتها من اقوى لي زاتاكون، كامير بيتور وكاين اسبيرونس، معناتها اسم كبير، الجمهور اليوم يتغنى باسمه. الله يرحمه وينعمه. هذا عمل تيست، ما عمل تيست شنو تيست قبل، معناتها عمل قسمه كي اشتر تيرا وهبطنا نلعب معاهم، فهمت؟ ترينت معاهم واحد وقال له من بعدها كملت لونترينمون، قالوا قالوا شنو يقرا على روحه ولا نخليه، معناتها شنو؟ قالوا لي الوالد اكيد يعرفوه غادي والله والله ما عندنا ما وصلش عليك والله جمله اقسم بالله والله نذكرها كيما توا، قالوا هذي عايش خويا قبل، معناتها ناس زمنين مش توا تاع الفلوس وتاع، قالوا هذي بجاه ربي كان بيه يخليه، كان مش بيه يخليه يقرا على روحه خويا يسيب علينا. يا اخي عامل هادي سبحان الله توسم في اخي، قالوا لي باهي خليه، فهمتك. وبديت نخدم حاسين الجمعه هذيك ما عيطليش كونفوكي، نهار الخميس وقت لي عمل نهار الجمعه عمل كونفوكاسيون ما عيطليش معاه، خرجت نبكي بابا يصخيب واحد ضربني ولا لونترنور كش عليا، خرجت نبكي قال لي ما عيطليش معاه، قال لي بيت راني ترى 40 تحب يعطيك كونفوكي تلعب معاه وحتى يعملوك ليسونس. اي كيفاش تعدى الباساج في اليوجون؟ تعدى في اللو... والله من الاول حطوك اتاكون ولا حطوك بوست واحد اخرى؟ من الاول كي سالوني قالوا شنو تلعب قلت لهم نلعب اتاكون، فهمت؟ خاطر انا بون سبقتك بالحديث، وقت لينا في الحومه بابا حب يشوفني عمره ما شافني كاور، قال لي ولاد الحومه كاور، انا ما وقت سعيد قمصت انا نلعب كي بابا ودرا شنو اكسيال واحد. قال لي ليك باش اكسبيرونس تلعب قدام ما تلعبش تيك، قلت له علاش بابا؟ قال لي ديفونسور يمنع يزلق تعدى كره تحت السيق واللي منه هو خساره واحد، بار كونتر لاتاكون ينجم يضيع كره اثنين لكن مركي ثلاثه حتى فلوس يخلص خير والله لا فما ديفونسوريات يخلص اكثر من لاتاكون بون، معناتها الاغلبيه تاكونات اي مي فما ميلو تيران
هي ما جينا المولك اللي زالتكو يخلصوا وقتها والله ملاعب ملاعب يسيوه يلعب ديفونسور اتاكو ميليو انيماتور دو كولوار اللي هو جول هاك تشوف كل واحد وفالور نتاعو كل واحد شي يسوى تعاد به الباساج في لي جون والله الحمد لله ديما تكاور اساسي كنت الحمد لله معناتها الكاتيجوري نتاعي فارض روحي اما برانسيب والله شكون كان معك في لي جون جينيراسيون تاعك مثلا نوفل رميقي محسن العمار شاد لي بالحاج مكرم كريدين نوفل سعيدين هذوما معناتها ظفر الدين عابدين سالم الله يرحمه كوارثي ظفر العابدين خويا كان اكسيال لهويا كي يتعدى شاور يقولوا نتعدى ما تعديش ملاعب برشا لا مش ظافر لا معناتها في البوست نتاعو باش نحكي عليه باش نحكي عليه في البوست نتاعو في البوست نتاعو معناتها ظافر يعمل ماركاج صحيح رولونس معناتها يخرج كوره صحيح ما يدخلش في المنظومه نتاع مثلا معناتها ديفونسيرات تشوف فيهم توا معناتها كيفاش يخرجوا كوره واحد مي هو معناتها تقول له هذايا ماركاج تشد ما يمسش كوره ما يمسش كوره فهمت ما فهمتكش ملاعب ومش ملاعب متوسط باهي معناتها في معناتها الفوتبول مودرن هذا نشوف فيه توا كيفاش يلعبوا كيفاش رولونس كيفاش تخرج الكره معناتها مش اللعب هذاك اللعب هو نتاع ماركاج تحط الواحد ماركاج فهمت اي هيك هاو باهي طلع لي السينيور كيفاش جا والله جا انت وقتها جونيور شنو انا وقتها جونيور 17 سنه ما زلت معناتها بروميير اني جونيور جا تفرج فينا وقتها ويعرفنا سلام شيبو ان شاء الله ربي يفرج كربو ان شاء الله جاي تفرج فينا وقتها طلعنا جي اربعه ولا خمسه سينيور سكون معك نوفل رميقي مكرم كبيدان نوفل سعيدين مكرم كبيدان شادي بالحاج هاي هذوما اربعه ولا خمسه وانتم 17 عام هاي فما لا فما 18 انا 17 فهمت فهمت مخاطر وقتها الكاتيجوري يبداو فيها اي زوز 17 اقل من 16 واقل من 17 صحيح هكاك بالضبط هاي. فهمت هكا هو طلعنا ترينو سينيور من وقت قعدنا مع سينيور نترينيو معاهم وكان استحقوا واحد منا ولا اثنين يمشي رومبلاسون فما دي بلوسيور ولا حاجه ما فماش نهبطوا نلعبوا مع ليسبوار فهمت اما كوفتش ظهري طلعت وكهو لا كيلكو معناتها ما شو ليسبيرونس وقتها صعيب صعيب نحن صغار انا نحب نعرف لي كوليس نتاع اول نهار دخلت فيها الفستير نتاع السينيور تلقى سامي كبيرة ظهر لي ماليت ولي عايدة حمروني شكون آخر نبيل معلول ظهر لي أنت تسخيب كيما توا قبل شنو كيما توا؟ لا دو فيستير فيستير نتاع الكبار فيستير نتاع الصغار ظهر لي حتى توا مازال بزاف لا فما جمعيات فيهم لا لا ليسبيرونس نحن توا لا ليسبيرونس لا فما جمعيات فيهم لا قبل صغار وحدنا الكلوب حكاوها لي قبل كانت شوف. كانت كيف كيف دو فيستير كان سراج الدين الشحي يلعب تيتولير سراج الدين الشحي يزيد علينا عامين ثلاثة معناتها عايدي الحمروني تيتولير طارق ثابت تولي مي في الفستير مع الصغار فهمت دو فيستير فهمتك اي ما نجموش نهزو عينينا في الكبار قبل تو معناتها تو سهلة على الاخر اللعبة وسهلة على الاخر قبل نهز تهز في الريتم ماكش تفوتو الريتم تاعو تخدم فيزيك فهمت يستنى تخدم بالريتم تاعو قدروا بس اوه اي ملاعبي كنت تفرج كيما تصور في التلفزه تلقاهم بحذاك كيفاش شنو لي سونتيمون شنو لي كوليس اش قالوا لك كيفاش رحبوا بيك كيفاش دخلوك في الجروب ملاعبي الكبار شنو اكيد فما حاجه قعدت في بالك تفكرها اليوم بون جوالات الكبار كيما نبيل معلول كيما خالد بن يحيى كيما معناتها الكبار لي كادر نتاع ليسبيرونس فهمت ما يشجعونا كانوا كلمه باهي يقولوها واحد فهمت تذكر نبيل ديما الصغار ديما يشجع فينا نبيل وش درويهكم عشت بالاحسن في كلوب يلعب وما يحبش البراني كان ديما شجع بون يجي واحد بلوس وواحد كيما ماريتولي ما تحكيش عليه عايد الحمروني هذوما جوريت معناتها ما يحبش جايين من برا لا مش من معناتها نحنا اللي في دي كلوب معناتها ديما يشجع فينا باش نلعبوا باش في بلاصتنا باش علي بن ناجي زاد كان كي زاد كان عشت الخلافات اللي كانت وقتها بمقسومه ليكيب بين نبيل معلول خالد بن يحيى نحنا صغار ما فيقوش بها كيف ما تفيقوش عم مش عايشين مع بعضكم كيفاش هي عايشين مع بعضنا ما فيقوش بها ما فماش عرك ومعروك ما فماش قول لي وقتلك ودرا شنو يترنوا مع بعضهم يدوك يلعب ماتش يدي كروشي مثلا نبيل ياخذ كره مع عند خالد يمدلو يطلع باش يلعب عليه خالد كان في بلاصتك هنا مراد بحجوب وقتها كان هو اللي درب وقت 10 انا كنت وليه وقتها لا لا حكى برشا حديث على الخلافات اللي كانت بيناتهم خاصه في المنتخب بون انا اللي عشتوا معاهم العوام هذوكم الاربعه ولا خمسه عوام ساعه الجامي صار معناتها
معناتها تعاركوا ما بيناتهم في التيران ولا في الفيستير في الفيستير ولا طالي وقتلك والحاجات هي ماذا ما يحبوش بعض ما يحكيوش السراير يعلمها ربي معناتها ينجم يكون هكاكا من داخل نحن ما نشوفوش شيء انا واحد من الناس عمري ما شفتهم مثلا تليكش. فما فرق بين ما تحبش تقول وما تحبش تحكي وما تحبش وما شفت شيء حتى غريبه تقول لي ما شفنا شيء غريبه بالحق بيزار بيت صدقني آه. والله عمري ما شفتهم يتعارك والله عمري ما شفتهم كلاش بابيليت فاركونتر نبيل آه. عندي كروشي انا صغير نوزن 74 كيلو ولا 70 كيلو ندور كي مثلا نزمش الخالد ونتعدى ولا كي كره بعد مثلا ندير كروشي من غادي يجي نبيل تقول لي تجرب جديد زعما متقربني زعما تنجمش تتعدى كيما تعديت من غادي وقتها خالد وقت خلطنا نحن خالد وقتها لا فهمت يعني فهمت تحس بروحك اقرب لشكون نبيل ولا خالد بصراحه اي اه نبيل عليه نبيل ابار فما نحن في الاصل معناتها ولاد حومه فهمت ونبيل خالد مش خايب خالد راهو مي نبيل اكثر سوسيابل اكثر فهمت فهمت نبيل شو خالد مش خايب أي. نحكي على طبيعه كاركتير سبحان الله كل واحد ربي ربي كيفاش خلقنا فهمت مش معناتها راهو خالد خايب وديته خالد راهو بيه يقول حطيته ما انت توحد اثنين زوز قلت لي معناتها شكون الصغار مثلا نبيل عمره ما يغلط في اسمك مثلا أي. مش عايت بالحسن يعيط بالحسن الاخر نجم يعيط لك اسمي غلطت في اسمك تيه نورمال ما تشوفيش نوع من الاروغونس اللي معروف بها خالد بن يحيى تعالي يقولوا ايه ليه لما شوف كاركتير وعيه هو شنين ملعب يلعب معك فرجة معي متعب يعرفش اسمك معناها صغار نحن وقت طلعنا يعني صغار النجم سبحان الله انا لتو في مخي انا حتى في مخي تو ما انا التو حتى في مخي سبحان الله ينجم يصير يعني يغلط في اسمي يعني شنو المشكل انا نبيل ما غلطش في اسمي يعني قلت لك نبيل معناتها نحن ولاد حومه نبيل في الاصل فهمت نبيل معناتها عايشين مع بعضنا معناتها